وزارة التربية تتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة المقبولين في مسابقة العقود. تقديراً لجهودهم، محافظة درعا تكرم الطلاب الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. أهلا بكم. كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا، طلبت وزارة التربية من مديريات التربية في المحافظات كافة قبول وثيقتي لا حكم عليه غير موظف حاليا للمقبولين بمسابقة العقود الفئة الأولى، وتوزيع أعداد المقبولين للتعاقد في المسابقة المذكورة بحسب الاختصاصات والمناطق التعليمية والمجمعات التربوية بمعدل 100 اسم يوميا، ونشرها على موقع مديرية التربية الإلكتروني، وعلى مدار الشهر من تاريخ إصدار قرارات المقبولين للتعاقد لمراجعة مديرية التربية بهدف تزويدهم بالإحالة الصحية إلى مديرية الصحة ليصار إلى منحهم الشهادة الصحية وإرسال نسخة من قائمة الأسماء إلى مديرية الصحة في المحافظة منعا للازدحام والتجمعات ومراعاة للتباعد. بعد ترميم مدارسها، طلاب وتلاميذ مدينة تدمر يبدأون عامهم الدراسي الجديد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. عدنان الخطيب والتفاصيل. عملت وزارة التربية على إنجاز الكثير من أعمال الترميم والتأهيل للمدارس في المناطق المحررة التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى أعداد الكادر التدريسي والإداري اللازم، ومنها مدارس مدينة تدمر وباديتها التي وصل عددها إلى 7 مدارس قادرة على استيعاب الطلاب المتواجدين بالمنطقة، إلى جانب وضع خطة لصيانة عدد من المدارس الأخرى بما يخدم العملية التربوية والتعليمية، مع ازدياد عودة الأهالي إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهاب. لدينا الآن ما يقارب حوالي 6 مدارس الآن انطلقت في التعليم منذ العام الماضي، ومنها مدرسة الشهيد خالد الأسعد، ومدرسة الشهيد محمد جودة العبد الله، ومدرسة أذينة، وهناك مدرسة في ضاحية العامرية، وهناك أيضا مدرسة في قصر الحلابات، ومدرسة في البيارات. ونسعى أيضا في خطة إعادة الإعمار لهذا العام إلى صيانة ما يقارب حوالي 3 مدارس أو 4 مدارس، وهي مدرسة زنوبيا، مدرسة أيضا الشهيد محمد إبراهيم منصور، ومدرسة الشهيد محمود مطلق، وكذلك أيضا مدرسة الشهيد محمد مرعي التواب، ووضعت في الخطة من أجل أن تتم صيانتها، وأيضا مدرسة ضاحية العامري حلقة تاني. إذن هناك اهتمام كبير، نأمل أن تكون انطلاقة العام الدراسي في هذا العام انطلاقة موفقة وانطلاقة جدية بكل ما تعنيه الكلمة معنا، ونتعاون مع كافة الجهات التي تعمل على أرض الواقع في مدينة تدمر، طلوب وتأمين الخدمة التعليمية التعلمية لأبنائنا التلاميذ والطلاب في تلك المدينة، ونأمل أن نتمكن من تقديم كل الإمكانيات المتاحة بين أيدينا لانطلاقة العملية الدراسية في تلك المنطقة. نسعى إلى تأمين إقامة لأولئك الزملاء المدرسين والمعلمين لكي يكون هناك دوام منتظم وفق الطاقة العددية لأبنائنا التلاميذ والطلاب. سوف نسعى إلى وجود عدد دائم، ويكون هناك احتياط مع هذا العدد في حال تغيب أحد لظروف القاهرة عن إرادته. قمنا بتأمين الكتب المدرسية لكافة مدارس تدمر من المرحلة الأولى كافة والمرحلة الثانية كافة كمان. تم توزيع الكتب على كافة الطلاب، العدد الأول بحدود 300 طالب، والخامس شيء 25، الرابع كمان بحدود 20 طالب، والثالث 45 طالب، التاسع 35 طالب، السابع 25، والثامن بحدود 25. في مدارس الريف عندنا 3 مدارس بالريف، مدرسة البيارات الغربية بيها بحدود 125 طالب، كمان أجت المدرسة سلمت كتبها من المستودع، وفي مدرسة العامرية كمان سلمناها مدرسة بحدود 75 طالب، في مدرسة قصر الحلابات كمان تم تسليم كتبها وبشكل كامل بحدود 35 طالب بمدرسة قصر الحلابات. شو أخذتي دروس اليوم؟ اليوم أخذنا اجتماعية وعربي، وأعطتنا الأنسة درس عن احترام وتقدير أولاد الشهداء. وعم يتم أمور التعقيم بالمدرسة؟ أكيد طبعا، ونحن ماشيين بإجراءات التعقيم مشان نحمي حالنا وندرس ونتعلم. ما
بدأنا بالعام الدراسي وسلمونا كتب وشناطي ونحن مبسوطين بالمدرسة الجديدة. والله يديم لنا الجيش العربي السوري يا رب. وبمبادرة من المجتمع المحلي بمنطقة السخنة في بادية تدمر، قام الأهالي من خلال العمل الشعبي بترميم وإعادة تأهيل مدرسة محمود شهاب للتعليم الأساسي. بعد أن تم تحرير مدينة السخنة على أيدي بواسل قواتنا في الجيش العربي السوري من تنظيم داعش الإرهابي الظلامي التكفيري، قام الأهالي هناك بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات المعنية الرسمية في مدينة السخنة بترميم مدرسة الشهيد محمود شهاب، ما يقارب حوالي 5 غرف قاموا بترميمها، وهذا عمل تطوعي على نفقتهم. وأرسلنا لجنة إلى تلك المنطقة واطلعت على واقع عملية الترميم والصيانة، وبالتالي هذه المدرسة تعتبر خطوة رائعة ومهمة، وتم إحصاء عدد التلاميذ والطلاب في تلك المدينة فوصل 84 طالبا. كما تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا لجهة توزيع مواد التعقيم على جميع المدارس وفقا للبروتوكول الصحي وتوعية وتثقيف الطلاب حفاظا على صحتهم وسلامتهم. التربوي عدنان الخطيب، تدمر. وفي ريف حلب الشرقي بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم، المدارس تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي، حيث شهدت استقرارا في العملية التربوية والتعليمية مع الالتزام بتنفيذ البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة التربية. ضياء قدور، التفاصيل. مع نهاية الأسبوع الثاني من العام الدراسي، جولة تفقدية قام بها مدير التربية بحلب على مدارس قرى دير حافر بريف حلب الشرقي، اطلع من خلالها على الواقع التعليمي والصحي لهذه المدارس. خطة مديرية التربية بالوقوف على واقع العملية التعليمية ولا سيما الجانب الصحي وما يتعلق بالجانب الصحي، تم وضع خطة لزيارة المدارس سواء بالمدينة أو بالريف. اليوم جولتنا كانت لريف دير حافر للوقوف على واقع المدرسة من الناحية الصحية أولا ومن ناحية العملية التعليمية والتربوية. الحقيقة بزيارتنا لمنطقة دير حافر اللي هذه المنطقة كانت هي خارج السيطرة واللي الإرهاب عبس بها كثيرا وبالبنى التحتية ولا سيما المدارس، ما تم تأهيله وصيانته حوالي 115 مدرسة، وحاليا العملية التربوية والتعليمية مستقرة بهذه المنطقة. أكدنا خلال هذه الجولة من خلال الاطلاع على عدد من المدارس على الاهتمام بالجانب الصحي والإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها وزارة التربية بهذا الجانب. الحقيقة شيء بيطمئن ما رأيته وما لاحظته. العملية التربوية تسير بشكل جيد، الكادر التدريسي الحقيقة هو مكتمل تماما، وهذه الحقيقة نقطة تسجل أنه من خلال المسابقات سواء مسابقة الفئة الأولى أو مسابقة تثبيت الوكلاء الحقيقة شكلت حالة استقرار وتوطين لمدارسنا. أغلب المدارس في هذا الريف تشهد استقرارا من ناحية دوام الطلاب والتزام المدرسين بتعويض الفاقد التعليمي خلال الأسبوعين الماضيين. من بداية اليوم الأول الأسبوع الأول توزيع الكتب على كافة المدارس، والكادر التعليمي والتدريسي والإداري تم توزيعه بشكل جيد ومؤمن. من ناحية الصحية نقوم بالتعاون مع النقطة الطبية في منطقة دير حافر بتوعية الطلاب والمعلمين بمواجهة هذه الجائحة كوفيد كورونا 19 والتصدي له والحماية منه وأخذ الإجراءات الاحترازية. من نجم الحبيب، الصف التاسع من مدرسة الشيخ علي. هلأ أنتوا رجعتوا على المدرسة، شو عم تاخدوا هلأ؟ عم ناخد كل شيء، كل المواد كادر كامل. كتبكن استلمتوها كلها؟ استلمناهم ايه. طيب هلأ أنت شو بتنصح رفقاتك اللي لسه قاعدين بالبيوت خوفانين من موضوع كورونا، شو بتقلن؟ قلن أن يجي على المدرسة وأن يحضر دروس ويأخذ دروس كلها. اسمي أمان اليونس، الصف التاسع مدرسة الشهيد تقل الشيخ علي. هلأ نحن رجعنا على المدرسة وهي صرنا أسبوعين مداومين، كيف لقيتي الرجعة على المدرسة بعد هالعطلة الطويلة؟ كتير حلوة، حتى بالصيف وقت عطلنا ما كانت ما لأني ما في ما شفنا أساتذتنا وما كنا فرحانين، بس هلأ رجعنا على المدرسة وشفنا كل أساتذتنا صرنا فرحانين وعم ناخد دروس وكلش. شملت الجولة عدة مدارس منها مدرسة كويرس والتي تم افتتاحها هذا العام، إضافة لمدرستي ثائر الشيخ علي الابتدائية والثانوية التي استقبلت طلابها هذا العام بعد انتهاء أعمال الترميم والصيانة فيها. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب.
نبقى في حلب، وتماشيا مع توجه وزارة التربية بربط التكنولوجيا بالتعليم، أجرت دائرة المعلوماتية بمديرية التربية اختبارات القبول لشعب التعلم المتمازج لطلاب الصف السابع الأساسي. كاميرا التربوية كانت هناك وأعدت التقرير الآتي. أجرت دائرة المعلوماتية بمديرية التربية بحلب اختبار القبول في شعب التعلم المتمازج للصف السابع في ثانوية المتفوقين، حيث تم اختيار الراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم لهذا الاختبار. بثانوية الباس المتفوقين بصدد افتتاح شعبي للتعلم المتمازج للصف السابع. هلا هؤلاء الطلاب تم قبولهم ضمن الثانوية حسب المعايير القبول لعام 2020-2021. هلا نحن بافتتاح الشعب الساسي اللي هي خاصة بالتعلم المتمازج. اليوم نحن دائرة المعلوماتية بالتعاون مع المشرفين الفنيين والإداريين ضمن الدائرة تم استكمال كافة التجهيزات ضمن الثانوية، كون أن هذا العام هناك في اختبار حسب التعليمات الوزارية للقبول، وعليه 50 علامة أو درجة بالإضافة إلى المقابلة الشفهية إلى درجة 20% إلى الموضوع القبول ضمن الثانوية. التعليم المتمازج اليوم عم بيختار طلاب جدد اللي هن طلاب الصف السابع اللي جايين على مدرسة المتفوقين. عم نعمل لهم اختبار انتقاء، اختبار إلكتروني رح يكون، جهزنا لهم أسماءهم وكلمات سرهم. الطالب رح يدخل ويحل مجموعة من الأسئلة بهالاختبار. نحن بنشوف مهاراته باستخدام الحاسوب وأيضا بعض المعلومات العامة اللي من خلالها رح ياخذ نتيجته فورية على الحاسوب. اختبار القبول أجري إلكترونيا عبر الشابكة، حيث تم إعداد مجموعة من الأسئلة والاختبارات من قبل لجان مختصة لتقييم قدرات الطلاب واختيار المقبولين منهم. اسمي محمد صالح الطنجي. شو عم تقدم هلأ؟ أنت عم تقدم اختبار، اختبار شو؟ الفحص المتمازج للصف السابع. كيف شايف الأسئلة؟ يعني كويسة وسهلة إن شاء الله. طيب هلأ أنت ليش اخترت شعب التعلم المتمازج؟ لأنه بكون فيها تطور وفيها بكون إشكال وبكون فيها شغلات كتيرة وأنه بكون فيها نشاط أكتر. سدرة حلوة صف السابع. هلأ أنت عم تقدمي الاختبار للقبول بشعب التعلم المتمازج، ليش اخترتي أنت هاي الشعبة؟ لأنه أنا يعني طول حلمي أني طول يعني بحب أني أدرس على الكمبيوتر وبحب التكنولوجيا بالدراسة أحسن بحسها عشان أنا نتعلم أسرع. يعتمد التعلم المتمازج على ربط التكنولوجيا بالتعليم، ويستطيع الطالب متابعة دروسه عن بعد والتواصل مع مدرسيه عبر الشابكة داخل وخارج أوقات الدوام. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. تقديراً لجهودهم، محافظة درعا تكرم الطلاب الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. هالة محاميد وتفاصيل. في القاعة يلتقي هؤلاء الأبناء مع ذويهم وقد علت وجوههم تعابير الفرح والفخر وهم يكرمون لنيلهم أعلى الدرجات على مستوى المحافظة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها. إيناس موفق المنصوري، الفرقة العلمية الطالبة الأولى على المحافظة. أولى على محافظة درعا. نعم. لا بعد فرحة التفوق، اليوم فرحة التكريم، هيك شو بيعني لك؟ والله فرحة لا يعني ما بتنوصف بكلمات، الحمد لله. يعني كانت فرحة إلي، فرحة لأهلي، فرحة للأساتذة، فرحة لكل حدا تعب علي. خالد علي الفروح، ثاني على محافظة درعا، الثانوي العام الفرع العلمي. شعورك؟ الحمد لله تمام، فرحة كبيرة لا توصف. أكيد شغلة كبيرة، يعني أنت بعد ما بتتعب وبتقرأ هاي بيجيك شغلة هيك مكافأة، يعني شغلة بالعكس فرحة كبيرة. والله بوجه رسالة كبيرة لكل الطلاب أن التفوق هو أحلى شيء بالحياة. والله شعور بهجة وسرور إنه كل شكر للأساتذة اللي قدموا لنا التعب. أنا درست بكالوريا تجارة دراسة حرة والحمد لله إني وصلت لهذا الشيء التفوق. المركز اللي حصلت يعني؟ المركز الأول على مستوى محافظة درعا. انبسطت والله قد الله ما يعلم، لأن كل جسمي يتفوق معها والله. حافز لي التفوق لمراحل أخرى يعني، ويكون إنه حافز لي طلاب آخرين يعني من أجل الحصول على هذا التفوق والوصول إلى هنا. الطالب المتفوق هو منارة وشعلة يفتخر بها
ولي الأمر والمدرس. هي حافز لي على الاستمرار على تفوق، فخر بنفسي كبير وبشكر أهلي وبشكر الكادر التدريسي اللي كان إله الأساس بهالتفوق، وإن شاء الله رح أداوم عليه لأطلع الأولى بالبكالوريا. مبارك لجميع الطلاب هذا التفوق، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والاستمرار بإذن الله عز وجل. 21 طالبا وطالبة تكرمهم محافظة درعا تقديرا لتميزهم وتفوقهم وإيمانا منهم بأنهم بناة المستقبل. طبعا أجمل شيء هو التفوق، وهي فرحة كبيرة عند الأهل، فنحن حبينا محافظة درعا وقيادة فرع الحزب والمعنيين في المحافظة بتكريم أبنائنا الطلاب لتفوقهم حتى يكون حافز لهم للمستقبل وللأيام القادمة، وهذا أقل واجب بنقدمه تجاههم. طبعا نحن نشعر بالحبور وأن يحقق الطلاب التفوق في ظل ظروف غير مواتية، ولكن هي إرادة الإنسان السوري. التفوق والتميز هي قصة سورية بامتياز، شعب عظيم وجيش عظيم وقائد عظيم، لا يليق بأبناء الطلبة إلا أن يكونوا عظماء متفوقين كي يرفعوا راية سوريا دائما عالية كما كانت. التفوق لنا، التميز لنا، نحن نتكى على حضارة عمرها 10,000 عام، ولا يليق بنا إلا التفوق والتميز. لم يكن هذا التكريم إلا ثمرة جد ومثابرة وحافزا لمزيد من العطاء في سبيل بناء الوطن. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا التعليم العالي تحدد 27 من الشهر الجاري موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء قبول طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2019-2020 اعتبارا من يوم الأحد في 27 من الشهر الجاري حتى يوم الخميس في 8 من تشرين الأول القادم. وسمحت الوزارة للطلاب بتقديم طلباتهم إلكترونيا إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم وفق الأسس المعتمدة والرسوم المطلوبة. ويقدر عدد طلاب السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية بنحو 10,000 طالب وطالبة. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين.